السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات السي سي ان اي. إن شاء الله في الحلقة ديت هنعمل ريفيو على جزء الراوتنج اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، اللي هو الشابتر 15 و16 و17 اللي احنا كنا خدناه مع السويتشنج و18. إن شاء الله الحلقة الجاية هنعمل الأسئلة بتاعة الامتحانات. طيب قبل ما نبتدي، لو أنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك، فعل زر التنبيهات، واعمل لايك وشير للفيديوهات، ولو عندك أي أسئلة اسألها لي في التعليقات تحت. ماشي، بسم الله. هنبتدي زي ما احنا متعودين بالكي توبكس. هنراجع كده ايه هي الكي توبكس من الكتاب. فهنا ده شابتر 15 اللي بيتكلم على الرواتر. طيب هنا بيتكلم عن الفيزيكال انستليشن بتاعة الرواتر، تمام، وبيتكلم هنا على فيجر 15-12 و15-13. ده 15-13 اللي هو الراوتر، انت ازاي بتركب السيريال انترفيس في الراوتر. بيبقى عبارة عن ويك انترفيس، قلنا اللي هو وان انترفيس كارد، دي اختصار ويك، بتفك المسمارين دولت وتقوم مركبها. وطبعا في غالبية الرواتر الكلام دوت والراوتر مطفي، مش والراوتر شغال، تمام. و انت بقى هنا المفروض عاوز عندك المودم وعاوز تركب كابل السيريال، فهتقوم مركبه. طيب التفاصيل ايه بقى؟ بيقول لك ايه اول حاجه، for any ethernet lan interface connect RJ45 connector to an appropriate copper ethernet cable، يعني كابل يكون مناسب between RJ45 ethernet board on the router and one of the lan switches، يعني هتوصل الراوتر باللان سويتش عن طريق كابل ايثرنت. For any serial WAN ports, if using an external CSU over DSU اللي هو المودم، connect the router's serial interface to the modem and modem to the line of telecom. يعني ادي الراوتر وادي المودم، هنفترض مثلا ده المودم، هوصل خط التليفون فيه او الخط اللي جاي لي من السنترال، وبعد كده كابل السيريال بالراوتر. لو في اصلا internal CSU على الدي اس يو، يعني لو الراوتر نفسه المودم داخلي فيه، فانا هركب الخط اللي جاي من السنترال على طول. طيب for any ethernet WAN ports، لو عندي WAN port من الايثرنت فده بيبقى بنسبة 99% فايبر. when ordering the ethernet WAN service confirm the required ethernet standard and the SFP type required to connect to the link and order the SFP. فانت بتقول شوف مع السيرفيس بروفايدر والله ده سنجل مود فايبر مالتي مود فايبر ولا ايه وضعه، اوكي. وبعد كده install the SFP into the router and connect the ethernet cable to the ethernet WAN link to the SFP on the on each end of the link. يعني بتوصل الكابل دوت بقى بال SFPs بتاعته اللي من الناحيتين. الخطوة الرابعة connect the router's console board to a PC، وبعد كده connect a power cable و power on الراوتر. يبقى انت بتحاول توصل الكابلات قبل ما اصلا بتباور اون الراوتر. طيب هنا بيراجع كده سريعا عن السي ال اي بتاع الراوتر. فطبعا احنا عارفين ان في يوزر مود و انيبل او اللي هو البريفليج مود، انترنج اند اكزيتنج كونفيجريشن مود يوزنج كونفيجر تيرمينال وتطلع منه عن طريق اند او اكزيت، كونفيجريشن اوف كونسول واللاين في تي واي والانيبل سيكريت باسوردز. هو بيراجعها بيقول لك ايه التشابه ما بينها وما بين السويتشات. configuration of SSH, configuration of host name and interface description و configuration of ethernet interface that negotiates speed، يبقى فيه اللي هو السبيد والدوبلكس، تمام. وعندنا برضو التشابه configuration of an interface administratively disabled اللي هو الشت داون والنو شت داون، موجودين زي بعض. negotiation through navigation through different configuration modes زي اللاين في تي واي والانترفيس، يعني نفس السب مودز اللي تحت الكونفيجر تيرمينال، نفس طريقه الهيلب بتاعت السي ال اي، نفس الطريقه اللي انت بتسيف بيها الكونفيجريشن، ونفس فكره الكوبي اند ستارت اللي احنا بنستخدمها على السويتش. طيب ايه بقى الاختلافات؟ اول حاجه ان الانترفيس بتاع الراوتر بياخد اي بي، بتاع السويتش باي ديفولت ما بياخدش اي بي. الراوترات فيها حاجة اسمها اوكسيلاري بورت، بص اللي هو البورت اللي كان في الرسمة دي،
هو البورت ده خلاص يعني احنا بطلنا نستخدمه تماما، اللي هو البورت ده. بص، البورت ده كان بيوصل المفروض بمودم وبعد كده بخط تليفون. خط التليفون ده ليه رقم، هنفترض مثلا رقم 1 2 3 4 5 6 7، فانت المفروض بقى من الجهاز بتاعك تتوصل برضو جهازك بخط تليفون اللي هو الكمبيوتر، وتتصل على خط التليفون دوت، يقوم مدخلك تعمل مانجمنت ليه الراوتر. طبعا هو اصلا ما عادش فيه كروت فاكس بتتباع علشان توصل، وطبعا الخطوط التليفونات فكرة ان انت تعمل دايل اب ده بطيء جدا، فعشان كده ما عدناش بنستخدمه خالص الاوكسلري ده. لكن المهم ان هو موجود في الراوتر ومش موجود في السويتشات. طيب الراوتر اي او اس ديفولت تو ديس الاو بوث تيلنت والاس اس اتش، ده الديفولت بتاعه ان هو ما بيشغلش ولا تيلنت ولا اس اس اتش. وكده كده احنا عارفين الكوماند بقى بتاع ترانسبورت انبوت تيلنت وترانسبورت انبوت اس اس اتش وترانسبورت انبوت اول، دوت احنا اوريدي عارفينهم من اللابات اللي فاتت. اوكي، طيب هنا بيتكلم عن الانترفيس ستيتس. معنى الانترفيس ستيتس طبعا في اللاين ستيتس والبروتوكول، اللي هو الانترفيس بيبقى اب 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 داون 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 الكلام دوت. فبيقول لك اول واحده دي اللي هي لاين ستيتس اللي هي اللاير 1 ستيتس، وتاني واحده اللي هي اللاير 2 ستيتس. وبعد كده هنا تحت بقى بيجيب لك الحالات. فلو هو لاير 1 ادمنستريفلي داون ولاير 2 داون، يبقى الانترفيس دوت معمول له شوت داون. لو هو داون داون، يبقى الانترفيس دوت الفيزيكال لاير بتاعته فيها بروبلم. اوكي، ممكن مفيش كيبل محطوط، بس الانترفيس معمول له نو شوت داون، دي اهم حاجه. مفيش كيبل محطوط، الكلوك ريت مش متظبط ما بين المودم والراوتر، مشغل ناحيه بي 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 وناحيه اتش دي ال سي، فالدنيا مش متظبطه. الاوثنتيكيشن بتاع الاي دي اس ال داون غلط على فكره. لو الاوثنتيكيشن بتاع الاي دي اس ال غلط، هيطلع لك برضه الانترفيس داون داون. طب لو الانترفيس بقى اب داون، تمام، دوت بتبقى في الغالب مشكله في اللاير 2. سوري معلش، لو بي 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 ناحيه واتش دي ال سي ناحيه، هيبقى اب داون. اوكي، لكن داون داون في مشكله في الفيزيكال. طيب اب داون الداتا لينك لاير بروبلم، يعني مشكله في اللاير 2 عندك، ناحيه مثلا بي 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 وناحيه اتش دي ال سي. اوكي، طيب لو اب اب ده اصلا يبقى هو كده شغال كويس، وده اللي احنا محتاجينه. اوكي، ايه تاني عندنا؟ تمام، الشوهات اللي بشوف منها الانترفيس ستيتس، في عندي شو اي بي انترفيس بريف، دوت بيطلع لي كل انترفيس في سطر واحد وبيوريني الاي بي بتاع الانترفيس بس من غير السبنت ماسك، وبيطلع لي الستيتس بتاعته. طيب شو بروتوكولز، بيطلع لي كل انترفيس في سطر او اتنين وبيوريني الادرس والسبنت ماسك، وبيطلع لي برضو الاستيتس بتاعت الانترفيس. شو انترفيسز، بيطلع لي كل انترفيس في كذا سطر وبيوريني الاي بي والسبنت ماسك، وبيطلع لي الاستيتس برضو بتاعت الانترفيس. تمام، ده كده الشابتر دوت خلص. طيب الشابتر اللي بعده هنا بيقول لك الراوتنج لوجيك بتاع الهوست. If the destination is local, send directly. دي أول حاجة. Find the destination host's MAC address, use the already known ARP. يعني بيبعت يعرف، لو اليوزر بيبعت لحد معاه في نفس اللين، بيبعت يعرف الأرب الماك بتاعه من الأرب ريكويست، وينكابسوليت الباكيت في الداتا لينك فريم، ويقوم باعتها على طول. طب لو الهوست مش لوكال، لازم يبقى فيه ديفولت جيت واي. بيعرف ازاي الماك ادرس بتاع الديفولت جيت واي، برضه بيبعت لها ارب ريكويست، وبعد كده يقوم حاطط الباكيت عامل لها انكابسوليشن بالديستنيشن ماك بتاع الديفولت جيت واي، ويبعت لها الترافيك. اوكي، تمام. الراوتر بقى لما بيجي يستقبل الترافيك بيعمل ايه فيه؟
ده الراوتنج لوجيك بتاع الراوتر، بيستقبل الداتا لينك فريم ويشوف الاول هو هيبروسيس الفريم دوت ولا لا. طب هيبروسيس الفريم امتى؟ اول حاجه لو الفريم تشيك سيكونس ما فيهوش مشكله، وتاني حاجه لو الديستنيشن ماك بتاع الفريم هو الماك بتاع الراوتر. وبعد كده ما دام اختار انه هيبروسيس الفريم، هي دي انكابسوليت اللاير 2 هيدر واللاير 2 تريلر اللي كان موجود هنا عشان يطلع الباكت نظيفه كده بره، تمام. وبعد كده تو ميك اراوتنج ديسيجن تو دو سو كومبير ذا باكتس ديستنيشن اي بي، بقى يبتدي ياخد الديستنيشن اي بي يبص عليه في الراوتنج تيبل، وعرفنا احنا هو بيختار انهي روت في الراوتنج تيبل بيست على او بيست على اللونجست ماتش. وبعد كده بيعرف خلاص هطلعها لانهي نيكست هوب، ابتدي احط اللاير 2 هيدر الجديد اللي هيطلعني للنيكست هوب، سواء اللاير 2 هيدر دوت سيريال او ايثرنت او اي حاجه. وبعد كده هقوم ترانسميت الفريم بره الانترفيس او خارج من الانترفيس اللي مذكور في الراوتنج تيبل. فادي كده الخطوات. اول حاجه بيجي لي الفريم، ببص على اللاير 2 هيدر واللاير 2 تريلر، اللاير 2 تريلر عشان اتاكد من الفريم تشيك سيكونس، واللاير 2 هيدر علشان اتاكد من الديستنيشن ماك. لقيتهم الاثنين تمام، ابتدي ابص على الباكت، اعمل دي انكابسوليشن وابص على الباكت. خدت الباكت هاخد الديستنيشن اي بي ابص عليه في الراوتنج تيبل، طلع في الراوتنج تيبل، اقوم حاطط اللاير 2 هيدر جديد وباعت اوت اوف ذا انترفيس، باعت الباكت او الفريم اوت اوف ذا انترفيس، تمام. اوكي، وهنا بقى بيوريك الراوتنج تيبل دوت شكله بيبقى عامل ازاي. فاحنا قلنا انا باخد الديستنيشن اي بي اشوف اكتر حاجه شبهه في الراوتنج تيبل، فهنا الديستنيشن اي بي 172.16.29 اكتر حاجه شبهه 172.16.20/24، وقلنا ادام سلاش 24 يبقى لازم اول 24 بيت في الروت يبقى هم اول 24 بيت في الديستنيشن اي بي. و هاخد انا الروت ده بقى هبص على النكست هوب، النكست هوب 172.16.42 ووصل على السيريال دوت، ابتدي احط ال HDLC او ال BBB فريم لان هو سيريال، وابتدي اخرجه على السيريال ده. طيب الراوتنج تيبل بيبقى موجود جواه ايه؟ زي ما احنا كنا قلنا برضو الراوتنج تيبل موجود جواه روتس. الروتس ديت بعرفها منين؟ يا اما هي كونكتد روتس اللي هي الحاجات اللي واصله بيا انا، تمام، ادد بيكوز اوف ذا كونفيجريشن اوف ذا اي بي ادرس انترفيس سب كوماند. لازم اول ما بكتب اي بي ادرس والانترفيس اب بلاقي على طول الانترفيس دوت نزل على انه كونكتد في الراوتنج تيبل، وبيحتوي كمان على الروتس اللي انا عارفها من الاستاتيك روتس. مجرد ان انا بكتب كوماند اي بي روت ويكون الانترفيس بتاعه قايم بيتحط في الراوتنج تيبل، واي روت بعرفه من الراوتنج بروتوكولز زي ما هنشوف ان شاء الله في الاو اس بي اف برضه بكتبه في الراوتنج تيبل. طيب امتى الروت بيبقى فاليد؟ تمام، سيسكو راوتر اوتوماتيكلي ادز ا روت تو اتس راوتنج تيبل فور ذا سبنت كونكتد. هنا هو بيتكلم مبدئيا عن الكونكتد تو اتش انترفيس اسيومينج ذات ذا فولوينج تو فاكتس ار ترو. امتى اول ما انا كونفيجر الاي بي ادرس على الانترفيس ينزل في الراوتنج تيبل؟ اول حاجه ان الانترفيس نفسه يبقى اب، تاني حاجه طبعا ان انا ابقى حاطط اي بي ادرس على الانترفيس، ساعتها على طول ينزل في الراوتنج تيبل از ا كونكتد روت، حاجه كده بالمنظر ده زي روت ده كده، تمام. طيب هنا الكونفيجريشن بتاعه الاستاتيك راوت خلاص احنا عملناها في اللاب المفروض ففاهمين القصه ديت. هاجي من على R1 انا عاوز اعرفه النتورك البعيده عنه، بقول له شايف النتورك البعيده ديت يا R1 اللي هي 172.16.20 والسبنت ماسك سلاش 24، روح لها من خلال سيريال 000 او عن طريق النكست هوب ديت. وعرفنا ان انا امتى اكونفيجر بنكست هوب وامتى اكونفيجر باكزيت انترفيس. اكونفيجر باكزيت انترفيس لو هو سيريال او هو عموما بوينت تو بوينت انترفيس. اكونفيجر بنكست هوب في اي حاله،
كل الحالات صح، لكن بالذات في حالة الإيثرنت انترفيسز سواء جيجا فاست أي حاجة، لو هو الإيثرنت انترفيس ده اللي هيوصلني للنكست هوب، لازم ساعتها أكونفيجر بيه النكست هوب، ما ينفعش بالإكزيت انترفيس في حالة الإيثرنت، وزي ما شرحنا قبل كده عشان الميكانيزم بتاع الأرب. تمام؟ اوكي ماشي. هنا بيقول لك ترابل شوتينج بقى بتاعت الاستاتيك، اشك في ايه؟ لو الاستاتيك مش شغال اعمل شو اي بي روت وابتدي ابص السبنتنج معمول صح والسبنت اي دي والماسك صح، النكست هوب مظبوطه وفعلا هو الاي بي بتاع الراوتر اللي بعدي، ولا انا كاتب مثلا النكست هوب غلط؟ Does the next hop IP address identify the correct router? Is the outgoing interface correct? Referencing an interface on the local router؟ يعني هو فعلا الانترفيس اللي انا كاتبه بتاع الراوتر اللي قدامي ده صح ولا غلط؟ طب لو الراوتنج تيبل مش ظاهر، لو سوري لو الستاتيك راوت مش ظاهر في الراوتنج تيبل اعمل ايه؟ ابتدي ابص اي بي راوت كوماند ذات لستس اوت جوينج انترفيس، هل الاوت جوينج انترفيس دوت اب اب؟ طيب الكوماند بتاع اي بي راوت اللي هو بتاع الاستاتيك راوت كاتب نيكست هوب، هل النيكست هوب ديت صح؟ لازم اتاكد من الحاجات دي كلها. بص هنا بقى موضوع اللونجست ماتش بيقول لك ايه؟ وين ا بارتيكيولار ديستنيشن اي بي ادرس، لما يبقى في ديستنيشن اي بي ادرس matches more than one root in the router IP version for routing table, the router uses the most specific root. أكتر root محدد. In other words, the root with the longest prefix length mask. Longest prefix length mask. هو الراوتر أو الروت اللي صاحب أكتر تشابه بالديستنيشن IP ده. اوكي وهنا ده بقى اللي هو الترجمه بتاعت الشو اي بي روت، احنا قلنا ديت الميجور سبنت اللي هي كلاسفول، ديت سلاش 8 اهيت لانها كلاسفول، ديت اتعمل لها سبنتنج 13 سبنت مختلفين بخمسه سبنت ماسكس مختلفين، وبعد كده دوت انا عرفت الروت ده ازاي، فده مثلا كونكتد دوت لوكال، دولت بيتحط اوتوماتيك، اللوكال ده بيتحط اوتوماتيك لاي انترفيس كونكتد بس بيبقى سلاش 32 للهوست، يعني بيبقى ده اي بي الانترفيس نفسه. وبعد كده او اس بي اف، دول مثلا عارفهم من الاو اس بي اف، هاجي على الاو اس بي اف هيبقى دوت دي ده الروت نفسه السبنت اللي انا بعرف اوصل لها، ودوت السبنت ماسك بتاعها، ودوت الادمن ديستانس بتاعتها، وديت حاجة اسمها مترك، احنا قلنا قبل كده المترك ده شبه الكوست بتاعة السبانينج تري، بحدد بيه أحسن طريق، ودي إن شاء الله هناخدها بالتفصيل في الأو اس بي اف. وبعد كده ده النكست هوب، وبعد كده ده الروت أنا عارفه بقالي قد إيه 14 ساعة و31 دقيقة أو 52 ثانية، وبعد كده دوت الإكزيت انترفيس. طيب كده الشابتر ده خلص، خش على الشابتر اللي بعده اللي هو بتاع الانتر في لان راوتنج. ده كده بيجيب لي راوتر اون ستيك، قلنا الراوتر اون ستيك، وان شاء الله هسيب لكم لينك الحلقه ديت فوق. الراوتر اون ستيك هتلاقيه ان انا بعمل ترانك ما بين الراوتر وما بين السويتش، وبشيل عليه كل الترافيك بتاع الفيلانات. دي الطريقه للانتر في لان راوتنج، اللي كانت تاني طريقه. اوكي طيب وفي حالة النيتف فيلان عندي اختيار من الاثنين، يا اما استخدم الانترفيس الفيزيكال نفسه احط عليه اي بي ادرس وبالتالي يبقى هو النيتف هو اللي يسيرف النيتف فيلان، او ان انا اعمل سب انترفيس واكتب تحته انكابسوليشن دوت 1 كيو ورقم الفيلان وبعدها كلمة نيتف، ده طبعا على الراوتر الكلام دوت. تمام اهو زي كده، يا اما هاجي على الفيزيكال انترفيس احط تحته اي بي ادرس على طول، يا اما هاجي اعمل سب انترفيس
واعمل انكابسوليشن دوت 1 كيو ورقم الفيلان واكتب بعدها نيتف واحط لها اي بي ادرس. طيب هنا بقى الترابل شوتنج بتاعت الراوتر اون ستيك، قال لك انت محتاج تسال نفسك شويه اسئله. Is each non-native VLAN configured on the router with encapsulation.1q VLAN ID؟ يعني انت حاطط لكل VLAN مظبط لها السب انترفيس بتاعها، دي حاجه. ال VLAN نفسها اللاود على الترانك ولا لا؟ ومش معمول لها ديسيبل بالسبانينج تري. الانترفيس السب انترفيس اي بي ادرس وسبنت ماسك مظبوطين ولا لا؟ في النيتف VLAN متأكد انك حاطط كلمة نيتف ولا لا؟ تمام؟ نفس النيتف VLAN على الراوتر هي هيها اللي على السويتش اللي قدامها ولا لا؟ دي برضو نقطة مهمة. هل الانترفيسز معمول لها شات داون ولا نو شات داون؟ ده لو الحاجة مش شغالة معاك. وهنا بعد كده بيتكلم عن اللي هو لاير 3 سويتش. احنا قلنا ان هو عبارة بيبقى عن سويتش جواه راوتر، بيبقى عبارة عن سويتش وجواه راوتر، وكل انترفيس فيلان بيبقى مسؤول عن الفيلان بتاعته عشان يعمل لها راوتر. تمام؟ اوكي. ماشي. طيب الترابل شوتينج بقى قال لك مبدئيا لازم في شويه حاجات كده تاخد بالك منها. الانترفيس VLAN لازم يبقى اب. طب ده امتى بيبقى اب؟ ان الفيلان ماست بي ديفايند اون ذا لوكال سويتش. لازم تبقى الفيلان نفسها كرييتد. مش معنى ان انت تكتب انترفيس VLAN 10 يبقى VLAN 10 كرييتد، لا لازم تكريتها. تاني حاجه السويتش ماست بي او الانترفيس ماست بي اب للفيلان. الانترفيس امتى بيبقى اب؟ لازم على الاقل في انترفيس اكسس يبقى اب في الفيلان ديت. تاني حاجه او ترانك انترفيس شايل الفيلان دي. يعني لو انت مكريت الفيلان بس ما فيش ولا انترفيس اكسس على السويتش دوت تبع الفيلان، والانترفيسز الترانكس انت مش مقلاو عليها الفيلان ديت، الفيلان هتبقى داون، وبالتالي الانترفيس بتاعها اللي هو الانترفيس فيلان هيبقى داون. تمام كده. الفيلان نفسها لازم ما يبقاش معمول لها شات داون، والفيلان انترفيس نفسه لازم ما يبقاش معمول له شات داون. اوكي ماشي. طيب وهنيجي هنا بقى لحته الراوتد بورت. احنا قلنا ان انا ممكن على السويتش بتاعي اقلب بورت تبقى راوتد بورت. راوتد بورت كانها بورت راوتر، بتبقى لاير 3 بورت، وفي الحاله دي هي ما بتعرفش بقى فيلان ولا حاجه، بحط عليها اي بي ادرس وتبتدي تشتغل على انها لاير 3 بورت، تبص على الديستنيشن اي بي وتعمل له راوتنج كانها بالظبط بورت راوتر. تمام كده. طيب وفي هنا بقى شويه شوهات بقدر ان انا استخدمها زي شو انترفيس. هو بيشتغل هنا بقى، دي الشوهات اللي انا بستخدمها على اللاير 3 سويتش عشان اتاكد من الراوتنج. هيها نفس الشوهات اللي انا بستخدمها على الراوتر، زي شو انترفيسز، شو انترفيسز ستيتس، شو اي بي راوت، وشو انترفيس. لو عملت شو انترفيس واسم سويتش بورت والبورت ديت كانت او الانترفيس دوت كان لاير 3، المفروض انه ما يظهر ليش البورت ديت على انها سويتش بورت، هيقول لك this port is not a switch port. يبقى معنى كده ان البورت اللي انا سالت عنها اللي هي مثلا جيجا 0 على 0 مقلوبه لاير 3. ماشي. هنا انت ازاي بتقلب البورت شانل على سويتش بورت؟ فبتقول لها هنا انترفيس بورت شانل كذا، وتديها اي بي ادرس وتقول لها نو سويتش بورت. خلي بالك هو المفروض الكوماندين يتعكسوا، لان هو مش هيقبل الاي بي ادرس الا لما تقول له نو سويتش بورت. فانت مضطر الاول تقول له نو سويتش بورت وبعد كده تقلب الانترفيس او تدي له اي بي ادرس. خلي بالك عشان تعمل الايثر شانل نو سويتش بورت لازم كل الفيزيكال انترفيسز اللي تحتها يبقى مكتوب عليهم نو سويتش بورت. اوكي
هو بص هنا عمل ايه؟ جه على الانترفيس مثلا 1013 فيزيكال، قال له نو سويتش بورت وما ادالوش اي بي، وقال له تشانل جروب 12 مود اون، يعني انت معايا في البورت تشانل 12، ونفس الكلام على 14 وبرده معايا في بورت تشانل 12. جه بقى على بورت تشانل 12 قال له نو سويتش بورت واداله اي بي ادرس. لو انت حاولت تدي اي بي ادرس قبل ما تقول نو سويتش بورت مش هيقبله، لان هو باي ديفولت هو بورت سويتش مش بورت راوتر، تمام؟ فهنا هي نو سويتش بورت، the port channel interface must be configured with no switch port command. So must the physical interfaces. والphysical interfaces كمان تتعمل لو انت عاوز تعمل layer 3 ether channel. If a physical interface is not also configured with no switch port command, it will not become operational in ether channel. مش هتشتغل. لازم طبعا السبيد والدوبلكس يكونوا متساويين على الphysical interfaces دي. طيب نيجي لآخر تشابتر معانا. هنا بيقول لك فاكرين في الترابل شوتينج ان لازم تتأكد ان الارب تيبلز، يعني هنا الراوتر ده مش قادر يوصل للبي سي، لازم تتأكد ان الارب تيبل على الراوتر والارب تيبل على البي سي متشافين، يعني هم شايفين بعض عارفين المكات بتاعت بعض، وتتأكد على الماك ادرس تيبل على السويتش اللي في النص ان هو قادر يقرا المكان. موضوع بقى الستاندرد بينج، ان انا او هنا بقى الاكستندد بينج، ان انا ببنج من السورس انترفيس المختلف. يعني انا الطبيعي R1 لو هيبنج على البي سي دوت هيطلع بالسورس اي بي بتاع الانترفيس ده، لكن انا اقدر زي ما انا كنت عملت في اللاب اقول له لا اطلع لي من السورس انترفيس بتاع جيجا 00 ده اللي هو بتاع اللاب، وساعتها البي سي هيرد على نفس السورس، يبقى انا كده اتاكدت ان اللان انترفيس دوت قادر يوصل بالبي سي ده، تمام؟ ماشي. وهنا بقى هستخدم الستاندرد بينج ان انا اقدر ابنج على اليوزر اللي جوه هنا. فانا اول ما هاجي من على الراوتر هقول له بينج اليوزر دوت اللي هو البي سي اي، هيطلع على طول من السورس انترفيس بتاع اللان اللي هو بيوديني ليه. طيب لو ما قدرتش ابنج من الراوتر للبي سي او من الجيت واي للبي سي، يبقى ايه الاحتمالات للمشاكل؟ ممكن الاي بي ادريسنج غلط، في مشكله في الدي اتش سي بي، الفيلان ترانكينج معمول غلط ما بين الراوتر والسويتش، او في مشكله بقى في اللان في الكابلات في اللاير 2 سويتش في الكلام ده. طيب الاكستندد بينج، الاكستندد بينج اقدر ان انا استخدمه علشان اغير شويه حاجات في البنج العادي. زي ايه؟ زي السورس اي بي مثلا، تمام؟ اقدر ان انا اغير السورس اي بي بتاع الباكيت، اقدر ان انا اغير كم باكيت يتبعته. طيب التريس روت، ايه اللي انا بقدر استفيده في التريس روت؟ اولا ايه التشابه ما بين البنج والتريس روت؟ الاثنين بيبعتوا مسجز عشان يعملوا تيست للكونكتيفيتي، الاثنين بيعتمدوا ان الديفايس اللي هناك بيرد عليا، الاثنين بيستخدموا على كل الاوبريتنج سيستمز تقريبا، الاثنين اقدر استخدم فيهم يا اما الهوست نيم يا اما الاي بي ادرس. طبعا الهوست نيم دوت يبقى لازم فيه دي ان اس هيحول الهوست نيم لاي بي، يعني انا اقدر اقول له بينج على البي سي مثلا بتاعي www.facebook.com، ساعتها هيروح للدي ان اس يقول له الفيسبوك ده اي بي هو ايه، ياخد الاي بي يبنج عليه. طيب على الراوترز الاثنين سواء التريس روت او البنج فيهم اكستندد وفيهم ستاندرد فيرجن، اوكي؟ ماشي. طيب اعتقد كده احنا خلصنا، تمام. طيب كده احنا خلصنا الكي توبكس، مش هنلحق نعمل النهارده الفلاش كاردز، ان شاء الله هنعملها المرة الجاية مع الأسئلة، بس المرة الجاية هبتدي بالأسئلة الأول لأنها أهم، وبعد كده إن شاء الله يتبقى وقت نعمل الفلاش كاردز. شكرا.